تطوير قطاع الصناعة والحرف التقليدية والنهوض به إلى مصاف القطاعات الاقتصادية المنتجة والخلاقة للثروة واحدة من الالتزامات التي تسعى الحكومة لتجسيدها على أرض الواقع. إن دافع الحكومة إلى إلاء هذه الأهمية القصوى لقطاع الحرف وبالأخص الصناعة التقليدية نابع من قناعتها بالدور الكبير لهذه الأخيرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال الحفاظ على الموروث التاريخي والحضاري للجزائر وتوفير المداخيل ومحاربة الفقر وتثبيت المس الساكنة في مناطقهم. إننا من دون شك وإذ نعتبر هذه الإبداعات الفنية المتوارثة والأصيلة واجهة حقيقية ومشرقة لأصالتنا وعنوانا ثقافيا وفنيا وحضاريا لانتمائنا، نرفع كل الوفاء والتقدير المستمر للأيادي الذهبية التي شرفت الجزائر ولا تزال. اليوم الوطني للحرفي المصادف للتاسع نوفمبر من كل سنة يعد فرصة لتثمين جهود هذه الفئة التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على التراث الثقافي العريق للجزائر. كما تم خلال المناسبة إطلاق منصة أناملي الرقمية، وهو فضاء افتراضي جاء ليرافق هؤلاء المبدعين في الترويج والتسويق لمنتجاتهم. منصة متعددة البائعين خاصة بالحرفيين لبيع والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية. كما تعرفوا دوك التجارة الإلكترونية راهي تعرف رواج، وقطاع الصناعة التقليدية يعني يحتاج من بين احتياجاته يعني ترويج وبيع المنتجات، لأنه الحرفي لما يقوم بصناعة أي منتج الهدف تاعه في الأخير أنه يقوم ببيعه. اليوم الوطني للحرفي عرف في طبعته لهذا العام تكريم العديد من الأسماء التي لمعت أناملها في فضاء الصناعات التقليدية عبر مختلف مناطق الوطن، إلى جانب تكريم المبدعين الشباب الذين يمثلون مستقبل الحرف التقليدية في الجزائر.